نعود بنا إلى تفاصيل الشوط الأول من المواجهة التي جمعت بين فريقي حسن الأكادير وفريق النهضة الرياضية البركاني، مواجهة عن الجولة رقم 12. هذا الصراع تميز مع الانطلاقة مع البداية بعملية هجومية منسقة من جانب فريق النهضة الرياضية البركاني، قام بالضغط الحارس عبد الرحمن فاصلي يعيد الكرة، هنا نشاهدنا بوفتيني لم يحسن التعامل مع الكرة واستغلال رائع من جانب وطرة الذي وضع الكرة في الشباك. جبريل وطرة يضع أول أهداف هذا اللقاء في وقت سريع، كانت هنالك عملية سريعة وكان هنالك عودة للفار لمتابعة الحركة الأخيرة على مستوى التدخل من جانب سفيان بوفتيني، القرار من جانب الحكم عادل زراق بعد متابعة شاشة الفار هو رفع بطاقة حمراء في وجه سفيان بوفتيني الذي غادر المباراة. دقائق أولى من انطلاقة كانت مقلقة لفريق حسن التكادير، ماديو فيلا لقطة رائعة كان بإمكانه أن يعادل الكفة رغم النقص العددي لفريق حسن التكادير. تتواصل أيضا العملية الهجومية والعربي الناجي كان بإمكانه أن يضع الكرة في المرمى، لكن هذه العملية الهجومية يوسف الفحلي يضع الكرة في المرمى معلنا على هدف التعادل. طريقة جيدة في رفع الكرة واستثمار رائع برأسية من جانب يوسف الفحلي الذي تمكن من وضع الكرة في الشباك. الشوط الأول إجمالا يمكن أن نتحدث عن تعادل جيد وأيضا على مجموعة من المحاولات الجيدة بين الطرفين، وبهذا ينتهي الشوط الأول في انتظار الشوط الثاني. بالعودة إلى الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة بين النهضة الرياضية البركانية وفريق حسنية أكادير المستضيف، كان هنالك بحث من جانب فريق النهضة الرياضية البركانية، زودي تمريرة جبريل وطر هنا كان قريبا من وضعها في الشباك، عملية هجومية منسقة، تمريرة عرضية كانت مهمة جدا، هنا الحارس عبد الرحمن الفواصلي تألق وأبعد هذه الخطورة. بيدرو من علي مدرب فريق النهضة الرياضية البركانية كان يبحث عن الحلول وهو يدرس تفاصيل هذا اللقاء. فريق حسن تكادير هذه المحاولة كان بإمكانه أن يسجل هدفا لكن لم تسر الأمور كما أراد هذا المدرب رضا حكم. استمرت المحاولات، فريق حسن تكادير كان يطمح للاستفادة من العديد من الكرات لكن الأمور تغيرت من خلال هذه التصويبة الرائعة للاعب البارودي الذي صوب بشكل ممتاز، والحارس الرائع عبد الرحمن الحواصلي أبعدها بشكل جيد. البارودي كان بإمكانه أن يضع عنوانا خاصا له في هذه المباراة من خلال الكرة المالية. عمر النمساوي جرب التمرير والتصويب المباشر من الكرة الثابتة. استمرت المحاولات الهجومية، هنا البحراوي يضع نمسة خاصة ينهي بها هذه المباراة، هدف قاتل في آخر أنفاس هذه المواجهة، حمل 3 نقاط للفريق البركاني الذي تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، وهي النتيجة النهائية لتفاصيل هذه المقابلة الرائعة هنا بمدينة أكادير.